بسم الله الرحمن الرحيم. وبدأ الشوط الثاني من المباراة بين نادي 6 أكتوبر ونادي سكر الحامضية، وكانت نتيجة الشوط الأولاني 2 لصالح نادي سكر الحامضية، واللي جاب الأجوان رقم 11 جاب جونين الشوط الأولاني. ودلوقتي كرة على يمينك نادي 6 اكتوبر بمملكته الصفراء، و 9 داخل، وعلى شمالك نادي سكر الحامضية بزي الازرق والشرابع الابيض. كرة فاول، كرة مع 19 2 اكتوبر بره اوت لصالح سكر الحامضية. الرحمن 21 عبد الرحمن احمد، لازم تعرف هو نفسك. يلا you
بهاء انقذ جون. كابتن خرج اثنين. احمد فتحي 79 نازل. الثاني طلع عبد الرحمن ونازل 7 6 و7.
كمل احصاء كمل احصاء احصاء.
كريان بل. ممكن يكون واحد وراه. انت حبيس يلا ولا ايه؟ ايه يا عم عبد لطيف؟ طلع الصفار يلا. انت اللي طلع يلا. انت يا عم عبد لطيف يلا. اوعى تعملها كده تانية. اللي دخل عليها رقم 8 فاول اللي هيلعبها رقم 8 سكر الحمدية.
يلا زيد يلا زيد عفوا. حرك 9 ونزل رقم 17 الملعب. أول كرة يلمسها رقم 17 Yeah.
ايه النهارده بحط الحكام والاجوان الاهداف بكره الماتش هدي لك ورقه بيها دلوقتي ما انا معاكم وبجيبكم Yeah.
تغيير. شكرا حمدية نزل الرقم 20. خارج 22. كويس 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 كويس
يا عمر. تعال يا يوسف، تعال يا يوسف، تعال يا يوسف. اعمى جمال انت عاوز ايه؟ خلاص اقف يا يوسف، اقف يا يوسف. انتهت المباراة بفوز سكر الحمدية 2 باكتوبر الـ20. شفت اللي دخلت الجونين؟ الاسم ايه بقى؟ ثلاثي. الاسم حسام حسني من الفيوم. هشام حسني؟ حسام حسني من الفيوم. حسام حسني احمد. احمد من الفيوم. انت اول سنة السنة دي يعني؟ اه اول سنة. اول سنة السنة دي؟ اه اول سنة. مواليد كام؟ 96. أول سنة تنضم هنا لسكر الحمدية. وكنت بتلعب فين قبل كده؟ كنت بلعب في الإنتاج الحربي. في الإنتاج الحربي؟ اه. ما شاء الله. لعبت في الإنتاج الحربي سنة. إيه؟ لعبت في الإنتاج الحربي سنة. سنة وبعدين انضميت هنا لسكر الحمدية. طيب بالتوفيق بإذن الله يا كابتن. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف. كابتن حمد الرمان، كابتن مدرب راس المرمى. كابتن ايه؟ حمد الرمان مدرب راس المرمى. انا خدت كلمتين او مش كده؟ خدت كلمتين او لا. اهلا يا كابتن، ازيك؟ المدير الفني فين او المدرب؟ مفيش؟ طب ما تناديله والنبي. بسم الله الرحمن الرحيم. نتعرف يا كابتن. الكابتن احمد غالي المدير الفني 19 سنه سكر الحمدية. اهلا وسهلا يا كابتن. انت كنت مستخبي مننا في ايه؟ لا بس يعني ما اعرفش اكلم حد. بس مبروك اولا على الجونين. الله يبارك فيك، الله يبارك فيك. وكنت اتمنى اعمل حادثه انزله لك اولا، ان هو هضطر ان انا انزله في الاخر. ده انا تحت امرك. او هنزله لك مع الحكام. انا تحت امرك. ماشي يا كابتن، متشكرين يا كابتن. تحت امرك. متشكرين يا كابتن.